السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، نتكلم بإذن الله عز وجل عن الحج، ونحن في 34 من ذي الحجة الحرام لعام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والناس يشرئبون إلى هذا الركن العظيم، خامس أركان الإسلام الذي فرضه الله على الأنام مرة في حياتهم على الدوام. وأجمع الأحاديث التي ذكرت منسك النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث جابر بن عبد الله بن حرام الخزرج الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، هذا الصحابي الجليل الذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في العام 10، وكان عمره في ذلك الزمان كما نقل أهل السير 28 في شرخ الشباب. وكم من أهل 28 لم يحجوا. هذا من الفوائد، هذا الراوي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، يرمقه بعينه، ينقل عنه كل شيء في حجته الشريفة المنيفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك هذا الحديث لا يخلو منه سفر من أسفار أهل العلم، بل منهم من أهل العلم كابن المنذر والمنذري والقاضي رحمة الله على الجميع، أفردوه بمصنف كامل، ومنهم من استخرج منه 200 والوقت لا يتسع لأن يوقف على هذا الحديث بكل ما فيه، لكن سنقف على ما نحن بصدده في هذه المناسبة. الشيخ الإسلام بن تيمية أيضا ذكره في مجموع الفتاوى لما تكلم عن الحج، سرده كاملا. ابن حجر العسقلاني ذكره في بلوغ المرام، ابن قدامة ذكره في العمدة، ولذلك لا تكاد تجد منه سفر من أسفار أهل العلم يخلو من هذا الحديث الشريف المنيف. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه منفردا عن البخاري، ورواه أبو داود في سننه منفردا عن أهل السنن الأربعة، إذن هو حديث صحيح. جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري أسلم صغيرا، وكان ذكرا فوق 8 ومات والده في غزوة أحد، وترك له هؤلاء البنيات فقام عليهن خير قيام، وعمر طويلا حتى أضر بأخرة، يعني في آخر عمره فقد بصره، فروى هذا الحديث وعمره 94، يعني ما بين حجته مع النبي صلى الله عليه وسلم ورواية الحديث قرابة 70، ولم يخرم منه حرفا واحدا، وتلك جوارح حفظت في الصغر فحفظ الله فين؟ في الكبر، سبحان الله. وهذا الحديث في سنده 2 من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جعفر الصادق يروي عن أبيه محمد الباقر، ومحمد يروي عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، ولقب بالباقر لأنه بقر العلم، يعني جمعه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث من الأحاديث التي يحبها أهل السنة، لأن في السند فقط لو وقفنا عليه قرابة أكثر من 20، في السند فقط. وفيها أولا أن آل البيت لا يتكلون على نسبهم، ثانيا يبحثون في طلب العلم، ثالثا يسألون الصحابة، رابعا يجلون الصحابة، خامسا أن الصحابة يجلون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سادسا لا يوجد أي نوع من الجفاء بين الصحابة وبين آل بيت النبي كما يزعم بعض أهل البدع. لو تكلمنا طال من الكلام فقط في سند هذا الحديث حينما نتكلم عن جعفر الصادق وهو يروي عن أبي محمد الباقر. نلج الآن إلى هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأبيه وأمي فرض الحج في العام 9،
كما فرض رمضان في شعبان من العام الثاني، فصام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 9 رمضانات بأبي أمي عليه الصلاة والسلام. فلما فرض في العام التاسع ما زالت بقية من بقايا الأصنام كانت موجودة خلف البيت حول البيت الحرام، فلم يحجهن النبي، وإلا الحج على الفور وليس على التراخي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويقول عمر: من وجد ساعة وجدة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وقال: اضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سلسلة الصحيح عند الطبراني قال: إن عبد، يقول الله عز وجل: إن عبدا أصحت له بدنه ووسعت له في رزقه يمر عليه 5 سنين لا يفد علي فذلك محروم. والمحروم من حرم أيها الفضلاء. تجد الناس يشرقون ويغربون كل سنة عند في الصيفية 4-5 دول، ولما تقول الحج نجم يقول لك: يا أخي النفقة والمصاريف. وانت كم دفعت طيب في الصيفية؟ كم دفعت؟ 5000 ريال، 10000 ريال مع الله عز وجل كثيرة. وما أنفقت من شيء فهو إيش؟ يخلفه. وإذا كان الخلف من الله عز وجل فما ظنك بذلك الخلف؟ إذا إنسان قال لك: يا أخي ولا يهمك أنت ادفع وأنا عندي، وهو رجل ميسور مليء، أيأتيك الشك والريب؟ أبدا. فما بالك إذا كان ربك هو الذي يقول لك: وما أنفقتم من شيء نكرة تعم قليلا أو كثير فهو يخلفه. ثم أتم الجملة الإسمية: وهو خير الرازقين، حتى يخرج من ذهنك أي اعتماد على زيد وعمر من إيش؟ من الناس. وهو خير الرازقين تبارك وتعالى. وكان السلف في 3 أمور، في 3 أمور لا يماكسون فيها. في عتق الرقاب، لو قالوا الرقبة هذه تعتق ب100,000 درهم يدفع، ب100,000 دينار يدفع، ما يماكس: طب نزلونا شوية. وفي الهدي والأضاحي، بكم هالبعير؟ بكذا، اتفضل. ضحك عليك، خلي يضحك علي أنا مع الله عز وجل. ابن عمر كان يعتق العبيد والموال اللي عنده، لما يلقاهم يصلون يعتقهم، فيقول: يا ابن عمر إنهم يخدعون. قال: من خدعنا في الله خدعنا له. احنا متعامل مع ربنا عز وجل. أبو بكر كان يأتي بالموال والعبيد الضعاف فيعتقهم، فيقول له أبوه: لو اشتريت عبدا قويا يا بني. قال: يا أبتا إني أريد أن أتقرب به إلى الله عز وجل. ولذلك عمر لما كان يرى أبو بكر يقول، وبلال يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وفي رواية يقول: بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. شوف الأدب كيف، سبحان الله، وإنزال الناس منازلهم. المسألة الثالثة: وجه الدلالة، وفي الكراء لمكة، يعني للعمرة أو للحج، ما يتكلمون بكم بكذا تفضل. وتلقى هذا جزاك الله خير ما أخذ تذكرة ذهاب وإياب 5000 بس لوحدها، غير الفندق لابد يكون 7 ستارز، أقل من 7 ستارز لن أقبل، ولابد يكون هناك موجود الدرايفر السيارة ومعاها السواق ويلفلف يلفلف ما يتعب، ما ساب مكان إلا لفلفه والعياذ بالله، وينزل في سناب شات كل ما هو آت آت، وفي الواتس اللي ابن اليتيم شوفوا أنا فين أنا فين، أتعب حتى المتابعين ما بينام. هذا مثل القطرب، عارفين القطرب؟ من هو القطرب؟ قطرب هذا اسمه محمد بن المستنير، وكان يرى بالاعتزال، وكان تلميذا عند سيبوي، كان يسبق الطلاب لحضور مجلس سيبوي، فقال له: أنت قطرب، أنت ماك طالب علم، أنت قطرب. والقطرب هي دابة لا تستريح أبدا، نوع من الداب. هذا صاحبنا قطرب ما ساب ولا شيء في المدينة، أي معلم جابه، حتى هاتف العملة صوروا بعد: يا جماعة ترى لو نزلتوا المنطقة الفلانية ترى هذا كوين تليفون، ها انتبهوا لا يضحكون عليكم. طيب بعدين، ولما راح يحج ضرب العمود قال: كنت أحساب أنه هو الجمرة. اقسم بالله كما أحكي لكم بالسند المتصل، قال: والله لقيت في يد الناس يرمون أنا رميت معاهم يحساب أنها هي جمرة. يا ولدي جمرة إيش؟ مش تسأل طيب أهل العلم والمشايخ. والثاني هو بيرمي بالشبشب: يا ابن الكلب فرقت بيني وبين حرمتي وكذا. راح شاف واحد كذا ايام ما كانت الحواض هذه، فواحد نزل طاح منه شيء نزل يجيبه وطلع الشيطان ظهر اضربوه، الشيطان ظهر اضربوه.
وين الشيطان ظهر يا رجال ريحنا منك. واحد ثاني بعد ما غلق هو نازل من عند الجمرة كده وراح ريح تكة شوية وولع السيجارة، فسأل أحد الفضلة قال له يا أخي ضربت الشيطان؟ قال والله دمغت لك رأسه، هذا دمغت المضبوط. قال له طيب واللي فمك هذا ويش هو؟ قال فين اللي فمي؟ ما في شيطان. فأكبر شيطان هذا اللي فمك هذا. ويحكي أحد مشايخنا يقول سبحان الله، واحد جاء يرمي الجمرة والثاني رجل أعجم ما يعرف كيف يتفهم معاه، يرمي الجمرة الوسطى والصغرى واليوم يوم عشرة يعني الجمرة الكبرى بس اللي ترمي. قال له ما يبغى كيف يتفهم معه، قال له هذا دحين نفر مكتب مسكر يفتح بكرة، ما يعرف كيف يتفهم معه. فقال له هذا دحين مكتب مسكر هذا يفتح بكرة، هناك مكتب يفتح دحين يضرب دحين انت. فتلقى الناس ما هي عارفة شيء. فلذلك لابد ان نتعلم يا اخوان هذه نسك، هي مرة في العمر كله وانا اخوك، لابد ان تضبطها. والحمد لله انت في بلد مبارك، يجعلون هاتفا مجانيا لإجابات، يجعلون كتبا تباع بريال وبريالين، التحقيق والإيضاح لكثير مسائل الحج والعمرة والزيارة لسماحة الشيخ بن باز، الشيخ بن عثمين عنده كتاب بريال، الشيخ بن جبرين بلاش الكتاب الأزرق هذا تعرفون الصغير هذا اللي يتباع هذا، والله ما عرفت من مؤلفه، كله هذا كذب. دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الحجر، دعاء المقام، يا أخي كلها بدع، أقسم بالله كلها بدع. وقديم ما أدري عمره كم هذا، وزع مليار نسخة يمكن ولا كم مليار نسخة، وش هذا؟ تعلموا في كتب أهل العلم الله يرضى عليكم. فالمهم يا أحبابي الحج على الفور ليس على التراخي. قال جابر مكث النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، ثم أذن بالحج في العام العاشر عليه الصلاة والسلام، فقدم المدينة بشر، وفي رواية خلق كثير كل يريد أن يأتم برسول الله عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. ومن بركات هذه الحجة المباركة أن أهل الآفاق الذين قدموا كلهم سموا في الصحابة. أيوة، من هو الصحابي؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كل اللي أدركوا في ذلك الوقت سموا صحابة، هم من الآفاق من أماكن بعيدة، وكل يريد أن يأتم برسول الله عليه الصلاة والسلام. من هنا نستفيد إذا أردت أن تحج حج مع طالب علم، حج مع طالب علم عشان يعرفك الحلال ويعرفك الحرام. بعض الناس حجوا ويجوا في أيام منى قلبوها نوبة وطارة وطبلة وشغالين يرقصوا في أيام منى، أعوذ بالله من غضب الله، أيام أكل وشرب وذكر لله، ذكر لله مو طبلة وزمر جزاك الله خير. كل نريد أن يتم برسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقولون في ذلك اليوم، خطب الناس ووضح لهم كل أنواع عيش المناسك. ومن هنا يفضل، وكان الشيخ بن باز يفعل ذلك وابن عثيمين وأهل العلم، أنه قبل المناسك يراجعون ويحضرون ويجيبون إيش؟ ويجيبون الناس، لأن هذا منسك عظيم مرة واحدة في العمر، ناس جاي من كل أقطار الدنيا كلها، بل هناك من يأتي قديما كانوا 6 أشهر فقط يأتون في الذهاب و6 أشهر فيه وفي العودة، بل منهم من جلس 5 سنين وصل من بلادي، كل من قطع به النفقة نزل اشتغل وكون نفقة، ضاع الموسم السنة اللي بعد لين وصل بعد 5 سنوات. الحمد لله على النعمة التي نحن فيها، صلى الله نديما في الأمن والإيمان والأمان يا رب العالمين وتعاطي الرحمن. فلما قدموا كلهم النبي عليه أفضل الصلاة وأتموا التسليم، خرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة. فلما خرج إلى ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام، 7 دقائق لسه. فلما خرج إلى ذي الحليفة أول حاجة اسمها المواقيت، هذه اسمها المواقيت. والحج له ميقاتان، زماني ومكاني. الميقات الزماني هو الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ومنهم من قال إلى نهاية ذي الحجة اللي عنده طواف وداع إفاضة إلى آخره. والميقات المكاني، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل نجد قرنا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. لا ينبغي لأحد أن يتعدى هذه المواقيت إلا أن يكون محرما، فمن تعدى الميقات من غير إحرام لزمه أن يرجع، وإن لم يتمكن فعليه الدم قولا واحدا، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات
الحج والعمرة، والإحرام هو عقد نية النسك وليس لبس الملابس. يعني ممكن تكون في الطائرة، هذه بتحصل كثير صحيح ولا، ويكون سبحان الله حط اللاجيج حقه والشنطة حطها فين؟ في الكارجو، حطها في الشحن، والكابتن قال الآن سنمر على الميقات، يقول الله أنا ما أحرمت. لا، احرم واعقدها بالنية، اعقدها بنيتك، ولا يتلفظ بها إنما يتلفظ بالإهلال. وأول ما تنزل المطار إن شاء الله قم على طول إيش البس وكفر، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بعض الناس يفتي الناس على كل، لو قال له يا أخي أنا ما أحرم ما لبست الإحرام يقول عليك دم. لا، الإحرام يا أحبابي عقد نية النسك، وإن تأخر اللبس لعارض ومن لبس ولم يحرم كيف يعني طلع من بلده متطيب متعطر، يعني في جسده ليس في إحرامه، واغتسل وركب الطائرة وأحرم وخدته نومة، يعني لبس الإحرام خدته نومة، عد الميقات من إيش دون أن يحرم، نقول هنا لازمه أن يرجع الميقات ويكون عليه دم. إذن الإحرام عقد النية، وإن تأخر اللبس ومن لبس ولم يعقد النية فلا إحرام له، ومن لم يحرم أي لم يعقد النية عليه الدم، ومن عقد النية وتأخر لباس إحرامه لعارض فعليه التخيير بين أن يصوم ثلاثة أيام في أي مكان وأي زمان، أو أن يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم، أو أن يذبح نسيكة أو شاة بمكة، تخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. عرفتم يا أحبابي؟ لما كل أحد على طول يروح المسكين يكون ما عنده حق الكذا فتكلفه شططا. في ناس دون المواقيت كأهل جدة، بحرة، مستورة، أم السلم إلى غير ذلك، الجموم، هذول يحرمون من فين؟ من بيوتهم، يحرم من بيته ويتوكل على الله. لكن اللي جاي من بعيد عن المواقيت، مثلا جاء من الجنوب، منطقة الجنوبية، أو من أبها الخميس كذا، من اليمن جه إحرامه يلملم. اللي جاء من الجهة الثانية من الرياض قرن المنازل أو ما يسمى السير الكبير، اللي جاي من جهة الشام من جهة مصر من كذا في الجحفة، اللي جاي من المدينة على ساكنها الصلاة والسلام من ذي الحليفة وهو أبعد المواقيت، 10 مراحل 400 كيلو، بقية المواقيت ما بين 100 إلى 87 كيلو، لكن أبعد المواقيت هو ذو الحليفة، وسمي بذلك لنبات الحلفاء الذي كان يزرع في ذلك المكان، يسمونها أبيار علي، ولا علاقة لعلي رضي الله عنه وأرضاه به، قالوا إن عليا حارب الجن، نقول علي أعظم من أن يقف الجن إيش أمامه رضي الله عنه وأرضاه. فكل هذه تسميات الناس درجت عليها لكن لا علاقة لها بأصل الموضوع. هذا الميقات. طب أهل العراق فين ميقاتهم؟ أهل العراق ميقاتهم ذات عرق، كما عند أبي داود من حديث عائشة وعند أهل السنن أنهم قالوا لعمر إن جور بعيدين، قال انظروا ما يحاز المواقيت، فوجدوه ذات عرق، فقال فوقت لهم ذات عرق. ثم صح عن عائشة قالت وقت النبي لأهل العراق ذات عرق، فناسب قوله ووافق قوله قول مين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن الفاروق 40 موطنا، قوله يوافق قول القرآن والسنة رضي الله عنه وأرضاه. هذه هي المواقيت، والدولة وفقها الله جعلت في تلك الأماكن الآن مساجد كبيرة ومليئة بأكرمكم الله دورات المياه وبكل أسباب ووسائل لك إنك أنت تحرم فيها. بعض الناس يظن أنه لازم لما يجي عند الميقات يقوم ينزل ويغتسل. لا لا يا أخي، ممكن من بيتكم وأنا أخوك تغتسل وتحلق شعرك وكذا، وإلا اللحية طبعا، اللحية ما لاش دعوة بالموضوع هذا، الله يرضى عليك خليك بعيد هذا، ما لاش دعوة هذه لا في عمره ولا في حج ولا في شيء. أما فعل ابن عمر فإنه اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه، وخالف في قول النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم ارضى عن ابن عمر وعن جميع الصحابة الكرام. لا، من بيتك تغتسل وتلبس وكل شيء، إذا جيت الميقات معك إلا أن تقول لبيك اللهم بس حجا، لبيك اللهم عمرة إذا كنت متمتع، لبيك اللهم حجة في عمرة إذا كنت قارنا فقط، مو شرط إنك لازم تتعنى ويش إنك تنزل، وإنك لابد إن ما ألبس إلا فين في الميقات. لا، لم يقل أحد بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قدم إلى ذي الحليفة فإذا بأسماء بنت عميس تحيض، زوجة الخلفاء والشهداء رضي الله عنها وأرضاها، تزوجت أسماء بنت عميس بجعفر الطيار فأنجبت له ومات عنها شهيدا في مؤتة من أرض البلقاء بالأردن، تزوجت بعده بأبي بكر الصديق فأنجبت له، ثم لقي ربه، ثم تزوجت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنجبت له،
الآن هذا الولد، هذا الآن الحمل اللي في بطنها رضي الله عنها وأرضاها كان بمحمد بن أبي بكر الصديق. لما وصلوا إلى ذي الحليفة ولدت إيش؟ أسماء بنت عميس. ومن هنا نستفيد يا إخواني، مراتي حاملة خدت حج، خدت حج، وش المشكلة؟ طيب ما تقدر يا أخي، هي ما سبت المولى 24 ساعة، والله الله يوفقها ويجزاها خير، لين قفل وقالوا يا جماعة خلاص بنقفل بنقفل يا حرمة، خلاص بنقفله، لا لا لسه باقي هذا باقي هذا باقي هذا باقي هذا، وما شاء الله تمشي في اليوم 900 كيلو من مول إلى مول ومن حديقة لحديقة. جينا عند الحج، ممكن توكلني حرمتي يا شيخ؟ ممكن عنها يا أخي؟ يا أخي ما توكلي المرأة المريضة ما تقدر، ولا أخوي جزاك الله خير. لكن هذه امرأة في قمة الشباب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خلت تتفرج على المناسك وتشوف الدنيا وتشوف النسك، يمكن ما عاد تحج مرة إيش أخرى، فهذه في حملها ومع ذلك خرجت إيش حاجة، بل في وقت ولادتها. انظر إلى الهمة العالية عند أمهات المؤمنين وصحابة النبي الكريم رضي الله عنهن أجمعين. قال فأرسلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل، ومن هنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مسائل العلم ما يسأل فيها الشيخ جوجل جزاك الله خير، ولا العلامة يوتيوب، لا الحمد لله في رقم تليفون 800-244-1000 حق الوزارة جزاك الله خير مجاني، حتى تتصل عليه بدون فلوس من موبايل زين سواء أي شيء، ما عندك أي مشكلة STC أي حاجة، ما في شيء مجاني، الدولة متكلفة كل شيء جزاك الله خير، بس اسأل وتعلم ونخوض. وجعلت أماكن في المشاعر وفي مكة حول الحرم أكشاك مليئة كلها للسؤال عن إيش، عن ما يهمك في أمر دينك ودنياك من أمور الحج، فاسأل أخي الحبيب ما في مانع، الله يرضى عليك ويرضيك. فذهبت تسأل النبي، مع إني مع مين كان؟ أبو بكر عمر عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد، كل دول موجودون من فقهاء الصحابة، لكن طالما أنه موجود الشيخ الأكبر يتجه إيش إليه جزاك الله خير. وكان السلف إذا كان في المجلس شيخان أحدهما أعلم من الآخر سئل من هو أعلم وسكت من هو دون ذلك. وأحكي لكم قصة شيخ بن باز حصلت في أيامه. شيخ بن باز كان يستضيف طلبة العلم وكذا في أيام منى، ففي تلك الفترة حدث اختلاف في الرؤية مع التقويم، وكانت التذاكر كلها يوم 11 لابد يوم 12 يغادروا، يعني ما يتمكنوا يقعدوا فين؟ في ميناء. فماذا يفعل؟ سألوا الشيخ بن باز فماذا، كان في الجلسة بن عثيمين وغيره، فالشيخ بن باز شوف التواضع عند العالم النحرير هذا رحمة الله عليهم أجمعين، قال يا شيخ ابن محمد عندك شيء يا شيخ فلان؟ قال لا والله يا شيخ ما عندنا شيء، ما نعرف نجاوب. فتأمل الشيخ المسألة ثم قال أنتم في حكم المحصر تسافرون وتذبحون هديا بمكة، فكبر المجلس كله سبحان الله رحمة الله على أهل العلم. فيتجه لأهل العلم ويسأل أهل العلم في هذه المسائل رحمة الله على الجميع. فقال ما في شيء عليك، تغتسلي وتستثفري بثوب، يعني تحطي في مكان نزول الدم شيء حتى لا يرطخ المكان، وتحرمي. وهذا فيه أن الحائض والنفساء يجوز ويصح إحرامها، وتفعل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت. عندنا ثلاث حالات من الحيض والنفاس حصلت في هذه الحجة المباركة، وكلها لقدر يعلمه الله ليعلم الناس سوء الأحكام. أول حالة حصلت لأسماء بنت عميس عند الإحرام، الحالة الثانية حصلت لعائشة لما دخلت مكة، الحالة الثالثة حصلت لمن؟ لحفصة رضي الله عنها وارضاها، أو لصفية رضي الله عنها وارضاها، لما انتهوا من الحج وأراد أن ينفر النبي وخلاص خلصنا، عند طواف الوداع فإذا بصفية قد حاضت، قال أحابستنا هي؟ انفروا. طفت قال لا للإفاضة، وسعيت قال خلاص انفروا. فخفف عن الحائض والنفساء طواف إيش الوداع. ثلاث حالات في أول النسك وفي وسط النسك وفي آخر النسك، ليعلم الناس ما هي الأحكام. حجة مباركة فيها كثير من السائل والفوائد، نتوقف عند هذا القدر على ما نحن في من 20 دقيقة، إن شاء الله غدا نكمل بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، أخر دعوانا.